السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. عشان اليوم نتعرف على أجزاء القواعد الداخلة في اختبار الصف الخامس منهج بريدج تو سكسس ليفل 3.1. هنشوف مع بعض القواعد الداخلة في الاختبار. التوبكس اللي هيكون عليها الاختبار هيكون عن الهوليديز، عن الإجازات، نفس ما جاي في اختبار الكتابة. هيكون إن شاء الله اختبار كمان القراءة، وهيكون في الغالب عن ترافل بليسز، السفر إلى أماكن. الجرامر اللي علينا هيكون الكويشن او دبليو اتش كويشن ووردز، والبريبوزيشنز البليس يعني حروف الجر للمكان، واللي خدنا منها في الملف كلمة اوبوزيت هنعرفهم دلوقتي واحدة واحدة. والبريزنت تايم هيكون بريزنت كونتينوس. تعالوا الاول نتعرف على الدبليو اتش كويشن ووردز. يعني هو كده بيقول ان في كلمات استفهام او في اسئلة. معظم كلمات الاستفهام بتبدأ بـ WH، فخلونا نقول مع بعض كده. قولي لنا كلمة يا سما. Why؟ Why يعني لماذا، ويكون الإجابة because. حنين. Where؟ Where معناها أين، وبنسأل بيه عن المكان. سما. متى يعني، What؟ وفي وات يعني ما أو ماذا. حنين. When؟ وين يعني متى. وفي كمان عندي كلمة إيه كمان، وفي كلمة هو، وكمان في كلمة ويتش معناها أي، وعندي بقى عائلة هاو. هاو أولد، ما العمر. هاو اللي خدناها في الكوانتيفايرز، هاو ميني، و How many؟ وهاو ايه كمان، وهاو ماتش. How much؟ وفي كمان كلمة هاو اوفن لما بسأل عن ما مدى فعلنا للشيء. ممكن كمان ناخد مع وات، هناخد وات تايم لما بسأل عن الوقت. وفي الملكية بنسأل بهوز، ويمكن دي ما خدناهاش، بس لما سأل عن ملكية الشيء هتستخدم هول. يبقى دي اللي هي اسمها ال WH question words. ثاني شيء مطلوب مننا اللي هو ال preposition of place. preposition of place اللي هي حروف الجر المكان، اللي هي مثلا عندي opposite و under يعني تحت، و on يعني على، و in يعني فيه، و in front of أمام. و behind يعني خلف، و above يعني أعلى الشيء، between يعني بين. بس احنا لاحظنا ان في ملف الكلمات كان موجود كلمة opposite، هي اكتر واحدة كانت ظاهرة في الملف. بعدين هناخد ال present continuous. المضارع المستمر واللي بيكون من am و is و are زائد ال verb زائد اي ان جي. وطبعا عارفين ان ام بتاخد اي، واس بتاخد هي وشي وات، وار بتاخد ذي وي ويو. ده ملخص قواعد الداخله في الاختبار. نشوفهم قاعده قاعده. اول قاعده عندنا اللي هي قاعده ال دبليو اتش ووردز او كلمات الاستفهام. هنبدا بقراءه قراءه الجمل اللي على كلمات الاستفهام. المفروض ان تكوين الجمله في باستخدام كلمات استفهام بيجين الاول WH question word، بعدين الفعل المساعد، بعدين الفاعل، وبعدين الفعل الأساسي، وبعدين أحيانا بيجي مفعول أو ما بيجيش، يعني على حسب الجملة. عندنا مثلا الكلمة هنا، الجملة هنا عندنا أدي كلمة استفهام WH question word where، فعل مساعد، أو هنا يعتبر هو زي فعل أساسي وبعدين تكملة جملة.
تمام. واضح ان الجمل هنا يعني، خلينا من الطرف الاولاني ده لان يعتبر الجمل كده مش كامله. الجمل هنا او السؤال هنا كامل، يعتبر ان في فعل مساعد وفي فاعل وفي فعل اساسي وفي مفعول، انما الجمل هنا شويه مش مظبوطه. هنخلي حنين تقرا الجمل اللي فوق اللي بالازرق. اقراي يلا حنين. Where is Where is the school? What made that noise? Who broke the window? اوكي كملي. when When does she eat breakfast? Why do you like football? What has he got in the bag? تمام. طبعا كل كلمة ليها استخدام، يعني كلمة where to ask about place نسأل بيها عن المكان وعناها أين، كلمة who to ask about people وبنسأل بيها عن الناس، كلمة what معناها ما أو ماذا، to ask about people, things or animals بنسأل بيها عن الناس أو الأشياء أو الحيوانات، عندي كلمة when to ask about time معناها متى بنسأل بيها عن الوقت، وكلمة why to ask about reason بنسأل بيها عن السبب. WH question words can be used to ask about the subject or object، بنسأل بيها عن الفاعل أو المفعول of the verb، ليه الفاعل. طبعا زي ما قلنا إن احنا بنستخدم in a subject question there are no auxiliary just a main verb be، يعني هو بيدين هنا فكرة إن احنا ممكن نسأل عن verb to be باستخدام فقط ال verb to be، زي where is the school، ما كانش في فعل هنا، في فعل أساسي هو verb to be هو الفعل الأساسي. تمام. عندي هنا جمل زيادة، اقرأ يا حنين. what كمل اقرأ. What are your friend's name? Who هو played the guitar? When did he go to the moon? اوكي، هنا بيقول لي ان ده اسمه object question وما بيستخدمش فيه فعل مساعد، هنا استخدم على طول who plays the guitar when did، بس هنا في السؤال الاخير استخدم فعل مساعد اللي هو did when did، وبعد كده subject الفاعل، وبعدين main verb الفعل الاساسي، وبعدين تكملة الجملة. طيب خلونا ناخد تدريب كده سريع على WH question words عشان نقدر نفهم استخدامات هذه الكلمات. دلوقتي نبدأ مع بعض التدريب على WH question words. يلا يا سماء اقرأ السؤال الأول. Do they have lunch؟ يعني يا سما هنا بيسألني عن إيه يا سما؟ عن الوقت بتاع تناول الطعام، ولا كيف نتناول الطعام، ولا how old عمر تناول الطعام؟ أي واحدة أنسب؟ What time? أوكي يبقى بنشوف الأداة المناسبة للجملة أو للسؤال. السؤال الثاني يا حنين. Does she go to bed at night? هنا When برضو does she... نايت وقت صح؟ يبقى الإجابة when... وين. تمام. طب إيه الفرق؟ إحنا دلوقتي استخدمنا حاجتين، استخدمنا وات تايم واستخدمنا وين. الفرق بينهم إن وات تايم في الغالب بيكون محددة بساعة، يعني لما بقول وات تايم تكون الإجابة مثلا 3 كلوك لازم أجاوب بساعة محددة، إنما كلمة وين مش محددة بوقت، يعني ممكن أقول at night بس أي ساعة مش محدد. يلا يا سما. Do you live؟ Live يعني بيسألني عن مكان المعيشة، يبقى بنسأل عن المكان ده where؟ where do you live. يلا يا حنين. Do you go to the cinema? هنجرب الأدوات اللي معانا. What, how old, how often. What يعني ما أو ماذا، how old كم عمر، طبعا لا خالص ما ينفعش.
وهاو اوفن أوه. يعني ما مدى او كم مره يعني في الغالب بتروحي السينما. فالاجابه أوه. الاصح ايه هي؟ أوه. أوه. هاو اوفن. يلا يا سلام. Is your best friend بيست فريند what؟ هنا شخص صح؟ هي شخص، لا لا، هو بنسأل عن الأشخاص له، لازم أعرف إيه المطلوب إن أنا إيه أسأل عنه. إيه اللي بعده يا حنين؟ هير نيم، name. لما بسأل حد عن اسمه بقول له What is name? واتس هير نيم. لو سألتك بقول لك واتس يور نيم، فطبعا بستخدم واتس للسؤال عن الاسم. سما Made this cake. What? صنع الكيك. فكري الأول شوية، صنع الكيك، اللي بيصنع الكيك شخص صح؟ Wait. شخص يعني مثلا ماي مام ميد ذا كيك صح؟ يبقى بالأشخاص، عن الأشخاص بنستخدم إيه؟ Who? يبقى لازم أحلل السؤال كويس جدا. يلي يا حنين، Where is he from? طبعا عشان بيسألني سؤال عن من أين هو؟ وير. السؤال اللي بعده يا سما، Where آري you say? قبل ما تختاريش الأداء، قبل ما إيه تقرأي كويس، آر يو سو ساد؟ يعني نتوقع كده. Why? واي Why? صح كده، يبقى ما جاوبش الا مقرأ سؤال كويس. يلا يا حنين، رقم 10. Do you after the red one? Do you prefer the red one or the blue one؟ لما يكون في اختيار بكون مخير ما بين شيئين، Which? بستخدم which، ايهما او اي. يلا يا سما، all the are you، دي سهلة، بسأل عن العمر بشو؟ لما مثلا العمر بستخدم لما تسألي شخص عن عمره تقولي له ايه؟ افتح المايك. How? How old are you؟ يلا يا حنين، Can I improve my English? كيف أستطيع أن أحسن الإنجليزي بتاعي؟ Who can improve my English? تمام، كنا اتدربنا على كلمات استفهام وكيفية التمييز ما بينها. نرجع مرة تانية للقواعد، ننتقل إلى الـ preposition of place أو حروف الجر للمكان. من شوية قلنا حروف الجر للمكان اللي هي opposite يعني مقابل، و under يعني تحت، on يعني على، و in يعني داخل، in front of في الأمام، behind في الخلف، above يعني فوق، و between يعني بين. أعطيني هنا بعض الأمثلة، اقرأي يا سما. افتح المايك. Ali, where are you? I am in Dubai. I am on Sheikh Zayed Road. I am at the museum. تمام. علي is telling someone where he is from the general being in Dubai to more specific at the museum. طيب يبقى ايه الفرق ما بين ان و at؟ ان معناها في، وبيتكلم في العموم على شيء، شيء في العموم في معناها في. طب at ايه الفرق ما بين ان و at؟ at محدده اكثر ان هو في المتحف، واحيانا بنقول ايه الفرق، مثلا بقول I am in the school و I am at school. ان معناها انا في المدرسه يعني داخل المدرسه، اما at يعني انا في محيط المدرسه، يعني ممكن اكون بره المدرسه او جنب المدرسه. طيب عندي هنا preposition of place in
ودي بتكون مستخدمه على large area like countries، بتستخدمها مع الدول and cities وال والمدن in England and Dubai and small spaces، وفي الاماكن مسافات المساحات الصغيره in a car في سياره in a box في صندوق. اما كلمه on معناها على، more specific يعني محدده اكثر، for streets and roads and surfaces يعني محدده بالشوارع والطرق والمسطحات، on main street و on the table معناها على، and transport used by lots of people، وكمان بنستخدمها مع وسائل المواصلات اللي بيستخدمها الناس، on the bus يعني على الحافلة، on the train على ظهر القطار. أما كلمة add very specific محددة جدا بال addresses بالعناوين and shops والمحلات، فبقول add 10 main road، add the coffee shop، add the bakery، يبقى محددة جدا بالمكان سواء بعنوان أو محل. for home work and places كمان يعني بنحطها مع البيت والعمل والأماكن زي at school و at university. نكمل جمل يا سما اقراي. Other examples. Do you live in a big house? My brother is on the plan. لين I left my phone at work. تمام، يبقى احنا قلنا ان في الاماكن والدول يعني في العموم هي شيء عام بالاماكن الكبيره بالدول بالمدن، وفي كمان سمول سبيسز في المساحات الصغيره. اما كلمه اون بنستخدمها مع وسائل المواصلات مثلا اون ا بلين او اون ترين، وكمان بنستخدمها مع الستريتس شوارع والطرق زي on main street و on the table. أما كلمة add يعني محددة أكثر كمان أكثر وأكثر، مثلا عناوين وأسماء المحلات زي at school و at university. طيب قبل ما ننتقل ليها هناخد عليها تدريب سريع. هناخد تدريب على حروف الجر المكان، يلا يا حنين. The children are playing the park in the park. In the park، okay. عشان بيلعبوا داخل البارك. Number two يا سما. I love studying. Sun bathing يعني sun bathing يعني بياخدوا حمام شمس يعني. The garden on. لا. In. In the garden داخل الحديقة، نفس الأولانية بالظبط. يا دي حنين. The student basic في الجامعة، في and الجامعة احنا بنقول بناخد ايه مع الجامعة؟ آت، بناخد مع الجامعة والمدرسة والأماكن بناخد معها في الغالب آت. يلا يا سما let's meet the bus. احنا قلنا مع وسائل المواصلات بفتكرها ان انا على متن الحافلة او على متن القطار او على متن الطيارة. على يعني ايه؟ let's meet، هنقول let's meet أون المفروض اون، احنا لسه درسناها من شوية. سوري سوري انا ما كملتش الجملة، هنا مكتوب stop بس طب مش الباص، لا محطة الباص، ففي الحالة دي بناخد ات مش اون، اون لو انا داخل الباص نفسه، فانا ما كملنا الجملة كان لازم نقرأ للنهاية. اقرأ لي بعدها يا سامة برضو لوك. looks as بيكاسو، بيكاسو. بيكاسو اللي هو بيكاسو يعني لوحة بيكاسو، ده كان رسام ايطالي اعتقد، على الحائط. أم على الحائط، على يعني اون. يلا يا حنين. we have a coffee machine wall. احنا اتفقنا ان احنا بناخد حاجة معينة مع الاماكن مع العمل وهكذا. هناخد ايه؟
احنا قلنا من شوية at university، فمع كلمة work كمان هناخد ايه؟ at work. طيب what time will you، يا سما اقرأي. What time will you be home tonight. برضو ده مكان، tonight؟ مكان لا at. فاخدنا معاه at home at university at work. سؤال أخير يا حنين. He usually does have homework using his desk. His desk. يجلس على المكتب، مش فوق المكتب يعني، يجلس على الكرسي بتاع المكتب يعني، فنقول ايه؟ at، اعتقدت ان هي يجلس على الكرسي، فالإجابة هي at desk. يعني هي شوية confusing. خلونا ناخد كمان تدريب لحظة واحدة. يلا يا سما. The airport هنا مكان، هي الصورة at واضح ان هو داخل، مش عارف اذا كان داخل ولا خارج، فهي الاجابه ات فعلا. للاماكن بناخد ات. يلا يا حنين، قلنا في المدن والدول بناخد ايه؟ Canada بناخد ان كندا. في الشوارع، مع الشوارع بناخد ايه يا سما؟ هنا اسم شارع 155 جروف ستريت. مع الشوارع قلنا بناخد حرف جر، اون انا اعتقد ان لا خدناها في الملف اون. لحظة كده نرجع الملف بسرعة. اهي اون مين ستريت، يبقى الإجابة كانت اون مش ات زي ما في تدريب. مع الشوارع اهي ستريتس اند رودز، بناخد حرف جر اون. اذا الإجابة الخطأ من عند الملف او تدريب. يعني هنا قول محدد، لحظة كده عندي هنا موجود بيقول لي اون، حرف جر اون بيجي مع ستريتس اند رودز اند سيرفز، وعندي هنا اون مين ستريت، يبقى الإجابة الخطأ من التدريب نفسه مش مننا. طيب يلا يا حنين، كاليفورنيا. كاليفورنيا ده اسم ايه؟ اسم ولاية او مدينة، والولايات او المدن بتاخد حرف جرين. مين افينيو، مين افينيو هتاخد هنا تقريبا. الافينيو هو شارع برضو، او شارع مليء بالاشجار، فالمفروض هتكون اون، بس مش عارف اذا كان احسبها صح ولا غلط. هتختاري ايه يا سما؟ هي الاجابه اون الصحيحه اون زي ما احنا قلنا، بس هو هيعتبروها غلط، هيعتبرها صح. طب كويس، طب ليه عمل اللي قبلها غلط؟ طيب بالنسبه للاماكن يا حنين، المدرسه، الجامعه، مستشفى، هناخد حرف جرات. طيب the first floor يا سما. ان لا ات at the first floor يعني إجابة خاطئة. الإجابة الصح هي on، عشان في الأدوار بيكون على الدور. أنا شايف إنها برضه هي غلط، حتى كلمة on أقول على الطابق الأول على الطابق الثاني، ما أعرف. أتلانتيك سيتي ده مدينة، والمدن بتاخد معانا إيه يا حنين؟ المدن، المدن والدول بتاخد حرف جر زي دبي كده، ان دبي زي ما قلناها في النص. نرجع تاني للملف، يعني نقول المختصر بتاعها مرة تاني، ان ان بتيجي مع المدن، المدن والدول، اون بتيجي مع الشوارع، اسماء الشوارع
و المسط... على معناها على بشكل عام، يعني على الطاولة، على المكتب وهكذا. وبتيجي مع وسائل المواصلات، يعني اقول اون ذا باص، اون ذا ترين، اون ذا بلين. يبقى تاني ان بتيجي مع المدن والدول، ام بتيجي مع اسماء الشوارع والاسطح ومع وسائل المواصلات، اما اد بتيجي مع العناوين وبتيجي مع اسماء المحلات، وبتيجي طبعا مع الاماكن اللي هي اماكن العمل واماكن الدراسه زي سكول يونيفرستي، وكمان بتيجي مع كلمة هوم كمان. دلوقتي نروح لزمن المضارع المستمر. زمن المضارع المستمر بيستخدم للحديث عن شيء بيحدث الآن أو للترتيبات المستقبلية. يعني بنستخدمه we use present simple to talk about things we do regularly، يبقى شيء نعملها بشكل منتظم. We can use the present continuous to talk about things that are doing now at the time of speaking، في نفس وقت التكلم. وكمان ممكن نستخدمها في الحديث عن ايه الترتيبات المستقبلية. هنقرأ الجمل يا مين عليها الدور في قراءة مستر الجمل؟ حنين، يلا يا حنين. What are you doing? I watch TV every day. اوكي، what are you doing? I am watching TV. I watch TV every day. ايه الفرق ما بين الجملة دي والجملة دي؟ ان هنا لما بيقول I am watching TV يعني انا بشوف التلفزيون حالا، اما I watch TV يعني ده بشوفه كل يوم كعادة. يعني في فرق بين الجملة دي والجملة دي. كملي بالجمل اللي تحت. They are picking now. They have every weekend. He is عندي drawing them. جملتين، لحظة، عندي جملتين. الأولى بيقول إن هو هايكينج ناو، يعني بيمشي بتمشى الآن، وفي نفس الوقت بيقول لي هي هايك إيفري ويك إند، يعني بيعملها بشكل منتظم. يبقى ده مضارع مستمر وده مضارع إيه بسيط. مضارع بسيط بيتكون من هي وشي وإت زائد الفعل زائد إس أو إس أو ذي وي ويو وآي بدون إس. طبعا المفرد بياخد إس والجمع ما بياخد إس. كملي. He is drawing a picture. He draws picture for his job. تمام. عندي هنا الأولى مضارع مستمر معناها إن هو بيرسم الآن، والتانية معناها إن هو بيرسم باستمرار أو بانتظام. بعدين She isn't reading anything at the moment. She usually reads a lot of books. تمام. معناها إن هو إن هي لا تقرأ أي شيء الآن في هذه اللحظة، بس هي she usually reads a lot of books، ولكن في العموم كروتين هي بتقرأ الكثير من الكتب. اوكي، طبعا احنا خدنا في امتحان الكتابة وصف الأماكن describing places. في وصف الأماكن بنستخدم ال adjectives وال noun phrases، بنستخدم الصفات والجمل الاسمية. It was a beautiful river. عشان نعمل جملة فيها اللي هي فيها صفات، بنحط الصفة قبل الموصوف. beautiful معناها جميل، حطيناها قبل الموصوف اللي هو river with tall trees، ادي الصفة وادي الموصوف. يبقى دائما الصفة تسبق الموصوف. beautiful river او tall trees. the blue sea، ادي الصفة. blue sea had a long yellow beach. عندي هنا الصفتين مش صفة واحدة. الاول size الحجم long، وبعدين الكالر اللون يلو. We stayed at an expensive hotel، فندق غالي، with big clean rooms. عندي صفتين هنا، الحجم وبعدين صفة عامة اللي هي clean، نظيف، غرفة نظيفة، and two swimming pools. يبقى هنا استخدمنا ال adjectives الصفات وال noun phrases والجمل الاسمية. Let's go to Dubai next weekend. هنا بنتكلم making arrangements، يعني نحن نعمل ترتيبات. احنا قلنا let's بيجي وراها الفعل في التصريف الاول. Let's go to Dubai next week. ترتيبات طبعا هتكون في المستقبل، فبنستخدم المصطلح next معناه التالي، الاسبوع، نهاية الاسبوع القادم. Is next Tuesday okay؟ برضو كلمة next بنستخدمها لترتيبات للمستقبل. Can we meet at the park on Saturday؟ طبعا ايام الاسبوع بتاخد حرف جر ايه، حرف جر اون. هنا بنستخدم model verbs اللي هي كان او كود.
والكويشنز زي ما شوفنا بنقدم الفعل المساعد عن الفاعل، والبريزنت سيمبل بنستخدم البريزنت سيمبل لما يكون الموعد محدد، يعني احنا محددين الموعد اللي هنتقابل فيه، فبنستخدم بريزنت سيمبل للتعبير عن ترتيبات المستقبل. asking for and giving advice في حالة سؤال أو طلب نصيحة بيستخدم كلمة should. what should I do؟ ده في حالة طلب النصيحة. you should بستخدمها في حالة إعطاء نصيحة. يبقى what should بطلب نصيحة، you should وكمل الجملة، ده أنا اللي بعطي النصيحة. you should visit Japan in October، بنصحك أو يجب أن تزور اليابان في شهر أكتوبر. if I were you، لو أنا أنت، دي قاعدة if الحالة الثالثة بس مش عليكم. I do go، I do go by car، يعني هي اختصار ل I would go by car، لو أنا أنت هذهب بالسيارة. it is much quicker than the bus، أسرع من الباص. يبقى استخدمنا الموديل، المودلز اللي هي should، موديل فيرب اللي هو should، بيجي بعديها التصريف الأول، present simple، أو البريبوزيشنز اللي هي حروف الجر. كده وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لكم، مع السلامة.